السلام عليكم. من أصعب الحاجات اللي بتواجه الناس اللي بتهاجر لكندا ألا وهي موضوع البروف اوف فاند أو إثبات القدرة المالية، وهي إنك بتبقى مطالب إن أنت تثبت للحكومة الكندية إن أنت هتقدر تستقر في كندا أول 6 شهور، وبتجمع المبلغ ده، والمبلغ ده ما بيكونش قليل جدا خصوصا لو أنت في حالة أسرة. بعض الأحيان بيوصل ل 24,000 دولار وشوية لو أنت أسرة مثلا مكونة من زوج وزوجة وطفلين. وبالتالي ناس كتير جدا بتبقى نفسها تهاجر كندا وبتعزف عن الهجرة لكندا. الحقيقة في حلول كتير للموضوع ده، منهم حاجة حبيت اتكلم عنها النهاردة ألا وهي موضوع الفرنساوي. اللغة الفرنسوية مهمة جدا 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 في الهجرة لكندا، وتعتبر مفتاح سري للهجرة لكندا. ناس كتير هتشوف الموضوع ده صعب وهتشوف ان هو بس صعب، بس انا حبيت احكي تجربة ناس انا نصحتها بالموضوع ده، اصحابي، والحمد لله حوالي 30 واحد منهم دلوقتي موجودين almost، لاما دخلوا كندا لاما في البروسس ان هم يدخلوا كندا. الموضوع ان هم يعني اتكلمت معاهم قبل كده نظرا لان السن كان كبير شويه ومش مستوفين شروط الاكسبريس انتري، فاتكلمت معاهم ان هم يبداوا يشوفوا موضوع الفرنسي. الفكره ان هم فعلا كان عندهم القدره وكان عندهم الطاقه ان هم يبداوا يشتغلوا ويذاكروا وياخدوا الباص من اوله. طبعا ناس منهم كانوا بيرجعوا يقولوا لي موضوع صعب جدا، انا مش قادر ان انا اذاكر، مش قادر ان انا اعمل. وطبعا في ناس منهم كانوا شايفين الموضوع صعب ومستحيل يعني. الحمد لله اجتازوا الامتحان بتاع التي اي اف، والحمد لله هم في امتحانين عشان الناس تبقى عارفه، في امتحان اسمه التف والتي سي اف، ودول امتحانين معتمدين للهجره لكندا. لو انت جبت فيهم السكور لاي واحد فيهم واستوفيت النقاط بتاعت برامج مختلفه، وعلى فكره في اكتر من حوالي 10 برامج للهجره لو انت بتتكلم اللغه الفرنسيه، وبالتالي انت بتفتح الباب على مصراعي في في في, في حاجه كبيره جدا، لانك بتقلل كمان المنافسه. مشكله كندا فين؟ ان النقاط في منافسه كبيره، ناس من الفلبين، ناس من الهند، ناس من حتت كتير، فانت بتقلل المنافسه لان عدد الناس اللي عاوزه تهاجر من دول الناطقه باللغه الفرنسيه مش كتير. عندك المنافسه بتبقى ما بين المغرب، بتبقى ما بين مثلا الجزائر، بتبقى تونس، ما شفتش حد كتير من فرنسا ولو ان في ناس، بس يعني اللي بيبقى فرنسا قريبه جدا من كندا في الخدمات في كل حاجه، وقريب وفي اوروبا، فبالتالي الناس ما بتبقاش شايفه كندا لقطه يعني. لكن الناس اللي هم من الدول اللي هي بتبقى ديفلوبينج كانتري، يعني الدول اللي هي مش متقدمه قوي، في منافسه بتبقى كمان اقل لان الانجليزي مش موجود. الناس اللي بتتكلم الانجليزي كل ما بتطلع من دايره الانجليزي عدد الناس اللي بتتكلم اللغه قليل، وبالتالي انت قللت المنافسه بينك وبين الناس دي، فبالتالي انت فتحت الباب على مصراعيه لاكثر من برنامج موجودين في مقاطعات مختلفه، منهم مقاطعه اونتاريو، منهم مقاطعه نيو برونزويك، منهم مقاطعه نوفا سكوتشيا، منهم مقاطعه مانيتوبا، مقاطعات كتير جدا بتقبل الفرنساوي، ومنهم كيبك، دي اكتر مقاطعه وعامله برنامج شبيه للاكسبريس انتري. الميزه بقى في ايه؟ الميزه ان كيبك ما بتطلبش اصلا في البرنامج اللي هو شبيه بالاكسبريس انتري ده، ما بتطلبش بروف اوف فاند، فانت فتحت الباب على مصراعي لان انت تخش كندا، وتخليت عن موضوع ان انت حاطط نفسك في موضوع الاثبات المالي المطلوب اللي هو بيوصل ل 24,000 دولار. فحل موجود لبعض الناس، الناس اللي بتتكلم فرنساوي وعندها اللغه الفرنسيه واجتازت الامتحان ده، حاجه موجوده يا ريت تفكروا فيها ويا ريت تعتبروها. الناس اللي لسه بتفكر وشايف ان سنك كبير، انا شفت ناس هاجرت على البرنامج ده 42 و43 سنه، فطبعا السن عامل يعني، مش هنكر ان السن مش عامل، بس شفت ناس حطوا الموضوع في دماغهم وحاليا موجودين في كندا، والناس دي يعرفوني واكيد هيسمعوا الفيديو ده، وحاليا الناس دي موجوده حاليا في كندا. فمفيش مستحيل، لو انت عاوز تحقق حاجه هتحققها، حطها بس في دماغك وبالتوفيق. لو انت عاوز اي تفصيل عن الموضوع ده يا ريت تكلمني او تكتب كومنت في الفيديو، ويا ريت تنشر الفيديو ده على قد ما تقدروا. وحاولت ان انا اختصر الموضوع بدون اي مونتاج او اي حاجه في وقت اتمنى ان هو يكون مناسب للجميع. شكرا ليكم، مع السلامه.